استراتيجية في ريف اللاذقية بعد معارك ضارية. ويشهد ريف اللاذقية منذ عدة أشهر معارك كر وفر بين الجيش الحر والجيش النظامي من أجل السيطرة على قمم الجبال. وكانت سيطرة ثوار على قمة برج القصب أخيرا ضربة مجاعة سددت إلى النظام، فالمنطقة تشرف على عدد كبير من قرى وبلدات جبل التركمان وجبل الأكراد في ريف اللاذقية. مراسلنا عامر لافي في ريف اللاذقية وقف على سيطرة الثوار في معركة القمم بريف اللاذقية. على امتداد الطرق الرئيسية والفرعية في ريف اللاذقية تطالعك سيارات محترقة، فأي جسم متحرك هنا قد يصبح هدفا لدبابات الجيش النظامي وراجماته المتمركزة في قمم الجبال. المساجد هي الأخرى تحولت أهدافا مشروعة في عرف النظام إذا ما صدحت مآذنها بالتكبير، وأي حركة غير محسوبة من أصحاب منزل قد تحوله إلى ركام في لحظات. سقطت قذيفة في بيت نديم لكنها لم تنفجر، بقي الرجل وأسرته على قيد الحياة، فرووا لنا كيف شرد الناس من قراهم بعد أن أصبح البقاء يعادل الانتحار. لما اللي كان برج القصب والجيش يقصفنا ما نقدر نتدير، السبب إن ولعنا سيجارة ولا بدنا نطعم الأكل لأولادنا بدنا نشعل النار يقصف البيت كامل. قذيفي ما نعرف وين حل، تنزل القذائف من 100 فج وغميق ورا البيت عند الجيران عند، نمنا ليلة ما عرفنا كيف نمنا، ما عرفنا كيف نمنا، حملنا حالنا من الفجر ثاني يوم وسافرنا. قمة برج القصب كان الناس يصفونها بالكابوس، فهي سبب رئيسي في تهجير عشرات القرى في جبل التركمان وجبل الأكراد. تمكن الجيش الحر من السيطرة عليها كما سيطر على قمم أخرى بعد معارك ضارية رغم الفارق الكبير في العدة والعتاد. القمم اللي كانوا حاطينها قمة برج القصب وقمة مباتي وقمة 45، حاطينهم هالثلاث قمم حاطينهم قابل بعض وعم يضربوا كل شيء بيتحرك مقابلهم، فنحن قررنا في نفس الوقت نلهي برج مباتي ونطلع ناخذ برج القصب وبرج 45. حاول الجيش النظامي إعادة سيطرته على القمة أكثر من مرة لكن الثوار كانوا له بالمرصاد، يقولون إنهم لن يسمحوا لدباباته أن تصوب فوهات مدافعها مرة أخرى إلى سكان بلدات ريف اللاذقية وقراه. نحن سيطرنا على هالموقع وإن شاء الله على جثثنا ما راح نخليه يطلع على هذا الموقع بإذن الله. معركة قمم جبال اللاذقية معركة حول مواقع استراتيجية، من يسيطر عليها يملك زمام المبادرة في هذه الجغرافيا الصعبة. عامر لافي، الجزيرة، ريف اللاذقية.